أهلا بكم، نشرة أخبار المنتصف من حلب اليوم نستهلها بالعناوين. نائب أمريكي يقدم مسودة قانون لإدراجها ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وهدفها تعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد. الليرة التركية تسجل أدنى سعر لها أمام العملات الأجنبية، والأنظار تتجه نحو تعديل نسبة الفائدة. مناشدات لإيجاد حلول لتصريف المياه في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال سوريا. أهلا بكم. طالب النائب الجمهوري فرانش هيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعي لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا، واصفا نظام الأسد بنظام المخدرات. لم تعد تجارة المخدرات في سوريا مجرد نشاط ثانوي فردي، بل باتت دعامة أساسية تديرها شبكات تابعة لنظام الأسد، حتى أصبحت سوريا أكبر مروج في العالم لاستخدام الكبتاغون حسب تقرير سابق لموقع إيكونوميست البريطاني. الكونغرس الأمريكي شهد مؤخرا حراكا لتعطيل شبكات المخدرات تلك. النائب الجمهوري فرانش هيل قدم تعديلا ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022 يهدف لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا. النائب الجمهوري حذر خلال التعديل الذي تقدم به من أن تجارة الكبتاغون التابعة لنظام الأسد في سوريا أصبحت تشكل تهديدا أمنيا عابرا للحدود، واصفا حكم الأسد بنظام المخدرات. لذلك طالب هيل الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية لتفكيك شبكات تجارة إنتاج المخدرات والاتجار بها في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ سن هذا القانون. المشروع لاقى دعما بالأغلبية بموافقة 316 نائبا من أصل 435 في مجلس النواب، وهو مطروح الآن أمام مجلس الشيوخ. وخلال الأشهر والأعوام القليلة المنصرمة حضر اسم سوريا بكثافة في الأخبار المتعلقة بأكبر شحنات الحبوب المخدرة والحشيش حول العالم. فقبل أشهر أعلنت الشرطة الإيطالية ضبط أكبر شحنة مخدرات قادمة من سوريا، وقبلها تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط عملية تهريب 6 أطنان من الحشيش مخبأة في ألواح خشبية داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية بميناء دمياط كانت قادمة من سوريا، فيما تعلن الأردن بين الحين والآخر إحباط محاولات تهريب مخدرات قادمة من سوريا عبر معبر نصيب الذي يسيطر عليه نظام الأسد. شحنات المخدرات تلك أدرت على نظام الأسد مليارات الدولارات، إذ كشفت دراسة صادرة عن مركز كوار للتحليل والأبحاث أن قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون بلغت العام الماضي ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي. وينضم إلينا الباحث السوري ياسر النجار من اسطنبول للحديث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد ياسر. حال إقرار القانون، ما مدى استطاعة الولايات المتحدة فعلا تطبيق مثل أو تحليل وتفكيك هذه الشبكات؟ الأمريكية تتعامل مع ما يحدث في سوريا من خلال ملفات قانونية في الآونة الأخيرة أكثر منها من خلال ملفات سياسية. بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية لديها مسؤوليات من خلال أنها نظام اقتصادي الأقوى في العالم والذي يرتبط به كافة الأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم، وبالتالي تكون مضطرة إلى أن تتوافق مع أي قوانين يصدرها البلد أي الولايات المتحدة الأمريكية. بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية كان لها سابقا بما يعرف بقانون قيصر، ألزمت الدول بعدم التعامل مع النظام أو والشركات وحتى على مستوى الأفراد، وأن الأمر سيكون خاضعا للقانون الأمريكي، وبالتالي هناك عقوبات لا يستطيع أي من الشركات أو الأشخاص أو حتى الدول أن تتعامل معها. الآن هناك محاولة جديدة من أجل أن فضح هذا النظام من الحالة القانونية، هذا النظام الذي كما هدد منذ البداية أنه سيحول سوريا إلى مساحة
في حال فراغ قانوني من خلال اشراك شبكات إرهابية وشبكات الآن من جديد شبكات المخدرات كما يعرف. أنا بتصل للولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعاطى مع نظام الأسد كنظام مارق على القانون الدولي يتعاطى بمسألة المافيا والمخدرات، يكون ملزما أدبيا وقانونيا على كافة المساحات الجغرافية وكافة الأنظمة والحكومات، سيما وأن خطر تجارة المخدرات التي يتعامل بها النظام تؤثر سلبا على وخطرا على الأمن والسلم الدوليين، أتكلم عن دول إقليمية والدول العالمية. نعم، لكن السيد ياسر يعني بنفس الوقت كان هناك محاولات شتى وعدة لتفكيك شبكات المخدرات التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وحتى الآن هذه الشبكات قائمة ويعني بقوة. على ماذا إذن تراهن الولايات المتحدة؟ يعني سأتفق معك أن المعارك التي ما بين القانون ومخالفي القانون هي معارك ممتدة طوال الأزل، وخصوصا كما شاهدنا أن معارك المخدرات مع في أمريكا اللاتينية هي معارك يعني ما بين الشد والجذب كما ذكرتم لا تنتهي بالمطلق، ولكن يمر حالة المخدرات وحالة المافيات في حالة صعبة جدا. هذا ما شهدته نفوذ حزب الله في تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية. الآن أنا بتصوري نظام الأسد يعني يذلل له من خلال أنظمة استخباراتية أو مافيا دولية مرتبطة بأنظمة استخباراتية دولية تجارة المخدرات له. في حال كان هناك قرار بمتابعة هذا الأمر سيتخلى جميع المافيات المسهلة مافيات الترانزيت عن النظام الأسد، وبالتالي الأنظمة الدولية سيكون لها دور في تقنين ومحاسبة بشار الأسد وإضعافه عملية تجارة. السيد ياسر النجار أكاديمي وباحث سوري من اسطنبول، شكرا لك. قالت السفارة الأمريكية في دمشق بتغريدة على تويتر إن مبعوثها إلى سوريا إيثان جولدريتش أكد موقف بلاده الرافض للتطبيع مع نظام الأسد خلال لقائه أعضاء من هيئة التفاوض عن المعارضة. وأضافت السفارة أن لبلادها 3 أهداف في سوريا، أولها زيادة المساعدات لتخفيف معاناة المدنيين والاستمرار في محاربة تنظيم الدولة، إضافة إلى وقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية. تواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض، حيث سجلت سعر 10.77 ليرة مقابل الدولار الواحد، متأثرة بتوقعات لخفض سعر الفائدة في المصارف التركية. وانخفضت الليرة التركية حوالي 29% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية، في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي، بالإضافة إلى توترات سياسية وإقليمية. رفعت شركة وتد للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام رفعت أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب للمرة الرابعة خلال أسبوع، وبلغ سعر لتر البنزين المستورد 9.14 ليرات تركية، ولتر المازوت الأول 8.50 ليرة، ولتر المازوت المحسن 6.48، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 127 ليرة ونصف تركية، بحسب نشرة أسعار المحروقات الصادرة عن وتد التي عزت سبب ارتفاع الأسعار لانهيار الليرة التركية على حد قولها. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالسيدة ريان محمد، محللة اقتصادية بمجال التداول والفوركس من اسطنبول. سيدة ريان، بداية، ما أسباب انهيار الليرة التركية إلى هذا المستوى القياسي غير المسبوق؟ طبعا يسعد مساكم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لموضوع انهيار الليرة التركية، طبعا في أسباب متعددة، ومن أهم أسباب انهيار الليرة التركية هو السبب الرئيسي المعتمد عليه، واللي هو خفض الفائدة المتتالية لمدة تحديدة. هذا السبب أدى إلى انخفاض الليرة التركية بشكل جدا كبير. وفينا نقول السبب الرئيسي والأساسي ومن بداية إصدار هذا الخبر
هبوط الليرة التركية، واللي هو إقالة رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال من منصبه. طبعا هذا السبب هو كان سبب الرئيسي لبداية هبوط الليرة التركية، من بعد أسباب كثير عديدة ومنها المناوشات الحاصلة بين تركيا مع أوروبا بسبب فتح الحدود التركية للسماح بالعبور لا السوريين على الأراضي الأوروبية. سيدة ريان، يعني قلتي أن أحد أهم أسباب تدهور الليرة التركية هو انخفاض سعر الفائدة، وهناك توقعات أيضا بخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، كيف سيكون تأثير ذلك على الليرة؟ طيب، هلا طبعا ماذا تأثير هذا الأمر على الليرة التركية؟ رح يكون جدا كبير، يعني رح يكون التأثير رح نأتي فيه لهبوط الليرة التركية لمستويات فينا نقول جديدة ومستويات قياسية، واحتمالية جدا قوية أن توصل الليرة التركية ونشوفها عند مناطق ال 14 ومناطق ال 15، وخصوصا فينا نقول بعد التصريحات اللي حصلت أمس من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه عم يوعد بتخفيض الفائدة لمستويات جديدة، فهذا الشيء أكيد رح يدعم بهبوط الليرة التركية لمناطق ال 14 ومناطق ال 15 طبعا كمناطق تحليلية. اليوم المناطق المحررة في شمال سوريا تتعامل بالليرة التركية سيدة ريان، كيف سينعكس هذا الانخفاض على مستوى المعيشة، على وضع السوريين في الداخل وأيضا في تركيا؟ تمام، هلأ ماذا تأثير الليرة التركية على الأشخاص السوريين أو الأجانب اللي داخل تركيا أو اللي في الشمال السوري؟ هلأ صحيح أنه تم انهيار الليرة التركية أو هبوط الليرة التركية فينا نقول، ولكن هذا الشيء اقتصاد تركيا لحد الآن يعتبر اقتصاد جدا قوي، وأكيد السوريين أو الأجانب الموجودين داخل تركيا في لهم يد جدا عاملة ويد كبيرة بارتفاع الاقتصاد، المشاريع اللي عم يقدموها السوريين إذا كان بداخل تركيا عم تدعم الاقتصاد التركي بشكل جدا كبير. أما بالنسبة لتأثير الليرة التركية على السوريين، طبعا منا إنه لاحظنا أول سبب اللي هو غلاء الأسعار، طبعا غلاء الأسعار هذا الأمر يعطل جدا امور السوريين عم تكون داخل تركيا او الشمال السوري، يعني موضوع غلاء الاسعار والاجور اللي عم يتقاضاها السوريين عم تضل على حالها، فلهذا السبب عم يعاني جميع السوريين الموجودين من هذا الامر، واهمهم يعني هو موضوع غلاء البيوت. غلاء البيوت اللي هو وجع السوريين الموجودين داخل تركيا. الشمال السوري نفس الامر. تمام، يفرق عن موضوع الموجودين داخل تركيا انه هم عم يتقاضوا اجور جدا بسيطه بالشمال السوري. نعم، وصلت الفكره. السيده ريان محمد، محلله اقتصاديه بمجال التداول والفوركس من اسطنبول، شكرا لك. نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. ليكون مصدرا للدخل، مركز نواة للدراسات العلميه في مدينه مارع يقيم دوره تدريبيه حول زراعه الفطر لكن في المنزل. أهلا بكم. دعا قاطنو مخيم العمر بريف إدلب القائمين على إدارة المخيمات في شمال سوريا، دعوا لتنفيذ إصلاحات مستعجلة لمجاري تصريف المياه ضمن المخيمات، وذلك منعا لغرق الخيام خلال هطول الأمطار.
اقترب الشتاء، كذلك مأساة الخيم الغارقة في كل عام. مخيمات أطمة النقطة الأكثر تضررا من فيضان مياه الأمطار. الصرف الصحي في مخيم العمر مشكلة تنتظر الحل لمنع فيضان المجرور الضيق وإصلاحه قبل هطول الأمطار. إذا عزلوا وسووا العبارات هاي نتفادى الأمور هاي، ما في سنة إلا نطوف. البيوت مستحيل يتم عنا طراحة أو كذا إلا نجرفت. بنطلع للظهرة فوق على البيوت الثانية نقعد عند الناس حتى عاد يروح السيلان، نجي بدك أسبوع ما تحسن تقعد شتاء وما تنشف لا طراحة ولا شيء. عشرات الخيام تغرق وينزح سكانها وتتلف خيامهم ومحتوياتها في كل شتاء. يرى سكان المخيم أن الحل في إصلاح العبارات وتوسيع مجاري مياه تصريف الأمطار المكشوفة والتي تشكل السبب الرئيسي للتلوث والأمراض للسكان في محيطها. أول شغلة هي العبارة السبب الرئيسي، لأن العبارة فيها ثلاث أربع عبارات أربع بواري، الأربع بواري ما عم يلحقوا عم تطلع المي فوق مجرى العبارة وعم تفوت على البيوت، لأن كل سنة عنا نزوح من البيت للجامع، من البيت للجامع عم تطوف حارة بأكملها. ثاني شغلة اللي ما عم تلحق المي من المجرور عم يلحقوا من المي الصرف الصحي، لأنه وقت عم يتعبى مي عم تطلع المجارير على البيوت. غرق للخيم ونزوح في الشتاء وتلوث وأمراض في الصيف، أعوام مضت على هذا الحال في مخيم العمر وغيره من مخيمات الشمال السوري. سكان المخيم يناشدون لتقديم إصلاحات تسبق الشتاء لتفادي الغرق والفيضان. هذه الخيام على موعد مع الفيضان والغرق كما في كل عام في حال لم يتم تنظيف هذه المجاري المائية وتوسيع العبارات في الجسور القريبة من المنطقة. سكان المخيمات يناشدون تنظيف المجاري المائية وتوسيع العبارات قبل وقوع الكارثة. خلف جمعة، حلب، اليوم، ريف أدلب الشمالي. أزمة جديدة يواجهها السوريون القاطنون في الشمال المحرر تتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة بعد قطع الدعم عن جزء كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العامة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. طفلة حديثة الولادة في مشفى جسر الشغور غرب إدلب، وصف الأطباء حالتها باضطرابات تنفسية سببها فتحة بالقلب. تقول أم يوسف والدة الطفلة إن ابنتها بحاجة لمراقبة وأدوية ضمن عناية مركزة وكادر طبي متخصص في مشفى خاص، تكاليف علاج مرتفعة تعجز عن تأمينها. امبارح جبت بنتي كان صدرها ملتهبة كتير، طلبوا مني تحليل، أخذتها حللت لها، تفاجأت إنه معها فتحة بالقلب. أنا ما بعرف إنه كان معها فتحة بالقلب، وما لي قدرة أخذها مثلاً على مشفى خاص، وعم تسأل سخونة. تفتقد منطقة جسر الشغور للمشافي والعيادات الخاصة، الأمر الذي يجعل تكاليف العلاج مرتفعة جداً، تصل $150 لليوم الواحد إذا انتقل المريض إلى المناطق المجاورة التي تحوي على مشافى وعيادات خاصة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتنقل، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في المنطقة. الحقيقة ما كل الخدمات الصحية موجودة. موجود الخدمات الصحية في العام اللي مدعوم من قبل المنظمات، لكن في اختصاصات غير مدعومة، في اختصاصات لا يمكن دعمها، يعني غير متوفرة لعدم توفر الأخصائيين أو عدم توفر المراكز الصحية، الاستقصاءات، التحاليل الباهظة، فهذول بيتحولوا على تركية. في كتير جراحات ما بنحسن نعملها هون، في كتير تشخيص ما بنحسن نحن نشخصها هون بسبب قلة الاستقصاءات الموجودة. اللجوء للقطاع الطبي الخاص يبدو خيارا شاقا على الأهالي في ظل تردي الواقع المعيشي، أما دوافع هذا الخيار فهي إما لضعف القدرة الاستيعابية في المشافي العامة أو نقص الدعم المادي واللوجستي، ما تسبب بتوقف 9 مراكز صحية عامة عن العمل في ريف إدلب.
تقول الكوادر الطبية أن توقف الدعم عن بعض المستشفيات والمراكز الصحية بوابة لتراجع الخدمات الطبية في شمال غربي سوريا وسط ارتفاع تكاليف العلاج في القطاعات الطبية الخاصة، في ظل واقع معيشي متردد لا يسمح للأهالي تحمل هذه التكاليف. جمعة الأحمد، حلب، اليوم، ريف إدلب. عطلت إدارة منصة فيسبوك حسابات لثلاث مجموعات قرصنة إلكترونية تتبع لمخابرات نظام الأسد. مهمة الأولى استهداف ناشطين حقوقيين وصحفيين معارضين لنظام الأسد، وفقا لبيان رسمي نقلته وكالة رويترز عن إدارة المنصة. وأضافت الوكالة أن مهمة المجموعة الثانية كانت استهداف عسكريين في قوى المعارضة، أما الثالثة بحسب البيان فإنها تستهدف ناشطين وأعضاء في قوات قسد والدفاع المدني السوري وبعض أبناء الأقليات. وبحسب فيسبوك فإن مجموعات القرصنة استخدمت موقع فيسبوك للهندسة الاجتماعية ومشاركة الروابط الخبيثة للمواقع التي تحاكي التطبيقات المتعلقة بالأمم المتحدة والدفاع المدني السوري وغيرهم. أعلنت وزارة إعلام النظام عن وفاة نقيب الفنانين لدى نظام زهير رمضان عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض. وشغل رمضان منصب نقيب الفنانين لدى نظام منذ عام 2014، وانتخب عضوا في مجلس الشعب في عام 2016، وعرف عن رمضان تأييده المطلق للنظام، إذ اعتبر أن نجم سوريا الأوحد هو رئيس نظام بشار الأسد بحسب قوله. أقامت مؤسسة إكثار البذار بالتعاون مع مركز نواة للدراسات العلمية ورشة تدريبية حول كيفية زراعة الفطر في مدينة مارع شمال حلب. من كومة القش هذه يمكن أن تصنع مشروعا صغيرا يعود عليك بالربح. هذا ما أرادت مؤسسة إكثار البذار بالتعاون مع مركز نواة للدراسات العلمية إيصاله للفلاحين عن طريق ورشة تدريبية حول كيفية زراعة الفطر واستثماره في مدينة مارع شمال حلب. تم بالتعاون مع مؤسسة العامة لإكثار البذار بهدف تأهيل وتدريب مجموعة من المزارعين على زراعة الفطر في الشمال السوري المحرر، كون هذا المنتج غير موجود، غير منتج محليا، وبالتالي هي فرصة استثمارية هامة للمنطقة، يمكن للمستثمرين أن يعملوا عليها أو المزارعين لإنتاجه محليا والاستفادة من هذا المنتج في أسواق لكي يكون مصدر معيشة للعوائل الموجودة في المنطقة. معلومات جديدة عن زراعة لم تكن موجودة شمال سوريا دفعت العديد من أهالي المنطقة لحضورها بغية التعرف على طرق زراعة الفطر والاستفادة منها من خلال إنشاء مزارع صغيرة لا تتجاوز مساحتها منزلا أو صالة، قد تكون سببا لتغيير حياة أسر كثيرة. الحمد لله كانت إفادة كبيرة بهذه الدورة بالأخص بخصوص زراعة الفطر. أنا بالنسبة لي ما كان عندي معلومات أبداً من هي في زراعة الفطر، الحمد لله صار عندي معلومات من خلال هذه الدورة، عندي معلومات قوية وصحيحة بحيث إذا دعم زراعة الفطر يكون شغلة صحيح 100%. تحتاج المناطق المحررة لورشات وتدريبات ترفع من السوية المعرفية في كثير من المجالات، من شأنها أن ترفع من المستوى المعيشي عبر توفيرها أفكارا لمشاريع صغيرة تعود بالنفع على الأهالي في منطقة تفتقر لمقومات حياتية كثيرة. وجه قضاء جزيرة ليسبوس اليونانية تهمة المساعدة على الهجرة غير القانونية للاجئة السورية سارة مارديني و23 متطوعا شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين في اليونان أثناء أزمة الهجرة عام 2015. ويشار إلى أن اللاجئة السورية سارة مارديني معروفة بإنقاذها مهاجرين من بحر إيجا مع شقيقتها السباحة الأولمبية وشاب إيرلندي يدعى شون بايندر، والذي تواجه معه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن محاميها. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. إلى اللقاء.